النهارده في ضيافه الحبر الجليل اسقفنا الحبيب نيافه الانبا ارساني، نقبل ايدي الطاهره سيدنا الحبيب. اهلا وسهلا يا رشا. اهلا بنيافتك يا سيدنا في المركز الاعلامي لابراشيت هولندا. شكرا سيدنا، احنا النهارده جايين مخصوص حابين نقول لنيافتك كل سنه ونيافتك طيب والى منتهى الاعوام، مرور 10 سنين على نيافتك اسقف لابراشيت هولندا. شكرا يا رشا، كل سنه وانتم طيبين. تعيش سيدي. ايام مباركه ان شاء الله. بالمناسبه دي سيدنا، حابين نتعرف على نيافتك ونعرف الناس اكتر واكتر من هو لمبا ارساني على القرب. سيدنا اذكر لنا لمحه عن هوايه نيافتك ونيافتك طفل، هل كنت بتمارس رياضه او كنت عندك هوايه انك تشجع رياضه؟ وايه راي نيافتك سيدنا في الالعاب الموجوده حاليا في السوق، وتنصح الولاد الصغيرين بايه في وقت الفراغ؟ هو طبعا السؤال ده جميل، لان في ايام الطفوله ما كانش عندنا لعبة أو رياضة إلا الكرة الشراب في الشارع يعني. وكانت دي هوايتنا المفضلة اللي بنمارسها كل يوم وفي كل مكان وفي كل وقت وكده. لكن الإضافة اللي حضرتك قلتيها دي جميلة جدا وأنا أحب أشير إليها، وهي أن الألعاب اللي بيمارسوها الأطفال اليومين دول ألعاب مدمرة وسيئة جدا، وبتضيع حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم واتصالاتهم باللي حواليهم حتى بالأسرة بتاعتهم. ولو أنا حابب أن أنا أقدم نصيحة، أتمنى أن الأهالي يشجعوا أطفالهم على أنهم يقضوا وقت في الطبيعة، في الحدائق العامة، في الوسع، على شاطئ البحر، يتمتعوا بالحياة البسيطة الجميلة، يتنشأوا هواء نقي جميل. دي أفضل بقى من الألعاب بتاعة الكمبيوتر والشاشات المضيئة والوسائل الاتصال الحديثة والعالم الوهمي الخيالي اللي هم مستغرقين فيه، واللي بيقلل رغبتهم في العلاقات الخاصة والعلاقات الاجتماعية. صحيح، خصوصا احنا عندنا هنا يعني نطير، عندنا جو جميل أو معنى صح طبيعة لطيفة جدا كتير في كل مكان. طب سيدنا، هندخل هنا على الكنيسة ونسأل نيافتك، كنت بتتردد على أي كنيسة في مدارس الأحد؟ وامتى تمت رسامتك شماس، وعلى ايد مين من الاباء الكهنه او الاساقفه؟ انا نشات في اسره غرست فينا محبه ربنا ومحبه الكنيسه من صغرنا يعني. والوالد كان موظف في وزاره الصحه وكان دائم التنقل بين المحافظات حسب طبيعه عمله يعني. انا من مواليد السويس في 10 اكتوبر سنه 51، حيث أن والدي كان بيعمل في الإدارة الطبية في محافظة السويس. وفي سن الطفولة الأسرة اتنقلت عشان تعيش في مدينة الزقازيق بجوار كنيسة الأنبا بشاي والأنبا بطرس في اسم يوسف بي. وفي هذه الكنيسة الصغيرة تعلمت محبة مدارس الأحد، اشتركت فيها الموتيف بتاعي كان عالي قوي وحبيت أنشطتها واندمجت فيها. وفي هذه الكنيسة أيضا تعلمت أول الألحان القبطية من مرتل الكنيسة المعلم رمزي الله ينيح نفسه. وبعد كده في سن الشباب الأسرة اتنقلت، عشنا في القاهرة في شبرا جنب كنيسة ماري مرقص في شبرا، وهناك اتلمست على أيدين المتنيح أبونا القمص ميخائيل إبراهيم. وبعد كده كنت بعترف عند أبونا بأخوم حبيب في كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا لحد ما دخلت سلك الرهبنة يعني. اترسمت شماس سنة 69 على يد المتنيح الأنبا ماكسيموس مطران الأليوبية، وده كان في كنيسة العذراء والملاك في الخلفاوي في شبرا. سيدنا، هل نيافتك تقصد بالقس ميخائيل إبراهيم؟ هل هو أبونا ميخائيل إبراهيم اللي احنا بنسمع عنه، بنسمع عن بركته؟ طبعا هو بالظبط كان اب اعتراف في شبرا في القاهره في وقت ما كانش في اب اعتراف في القاهره خالص يعني. وكان له سمعه طيبه جدا، اب فاضل وتقي، واتمنى ان المجمع المقدس يعترف بقداسته لانه كان نموذج ومثال في الرعايه. والمتنيح البابا شنوده كتب عنه كتاب جميل ارخ له يعني، ولسيرته العطره الطيبه يعني. هل نيافتك شفت حاجة من المعجزات اللي كنا بنسمع عنها؟ يعني شاهد كشاهد عيان؟ طبعا طبعا، اتلمست على ايديه كتير، وكنت اصحابه لما كان في الصيام الكبير يجي يعمل لنا صلاة الانديل في البيت عندنا،
وكنت يعني اتعذب ان انا امشي اوصله واروح اجيبه وبتاع، وكنت اشوف بعيني حاجات جميله يعني، ربما ياتي مجال ان انا احكيها يعني واسجلها يعني ان شاء الله. بركه كبيره سيدنا. سيدنا حابين نتعرف على الدراسه والمدرسه اللي درست فيها وتعلمت ايه؟ طبعا في المرحله الابتدائيه كنت بتنقل بين المدارس الابتدائيه سواء في مدينه السويس او مدينه الزقازيق او لما اتنقلنا شبرا. لكن لما استقرينا في شبرا كنت بذاكر في مدرسة شبرا الإعدادية بنين. بعد كده اتنقلت لمدرسة التوفيقية الثانوية، اتخرجت فيها ومنها دخلت كلية طب القصر العيني، طب القاهرة يعني، ولحد ما اتخرجت من طب القاهرة سنة 75. مين هو سيدنا أب اعتراف نيافتك قبل الرهبنة، ومين هو ابيك الروحي، وهل هما الاثنين واحد ولا كان في اثنين مختلفين؟ هو طبعا زي ما اشرت قبل كده انا كنت يعني في الاعتراف كنت مع ابونا مخيل ابراهيم الله ينيح نفسه، وبعد كده مع ابونا بخوم حبيب في ربنا يدي الصحه والعمر في أنبنطونيوس شبرا، لحد ما دخلت سلك الرهبنه. بعد ما دخلت سلك الرهبنه لحد النهارده اب اعترافي هو نيافه الانبا ايسيزوروس رئيس دير البرعموس الحالي. سيدنا احنا نعرف من حلقات سابقه او من لقاءات سابقه ان نيافتك اسمك العلماني كان جورج. مين هو شفيع الطفل جورج اثناء الطفوله؟ انا الحقيقه طول عمري اتشفع بست العذراء ام النور والده الاله القديسه الطاهره مريم. وفي شبابي كنت بخدم في كنيسه العذراء والملاك في الخلفاوي، ولما اترهبنت في دير السيدة العذراء البراموس، ولما ربنا يعني بعتني أخدم في هولندا أول كنيسة أسسناها هنا في أمستردام هي كنيسة العذراء، سميناها على اسم الست العذراء، واحتفظنا باسم ماري مرقص لمدينة لاهاي اللي هي العاصمة السياسية بتاعت البلد. فلي علاقة قوية بالست العذراء طول عمري يعني. ولكن أيضا في مرحلة الشباب ظهر قديس آخر في حياتي هو القديس أبو سيفين، مرقوريوس أبو سيفين، وابتدت علاقة محبتي به في دير طموه في الجيزة. زمان أيامنا في القاهرة ما كانش عندنا مكان للخلوة كشباب يعني نقضي فيه فترات خلوة غير دير طموه في الجيزة لقربها الشديد من القاهرة وال يعني هدوء المكان، فكنا بنروح نقضي ايام جميله في دير ابو سيفين، وهناك اتعرفت على القديس ابو سيفين وابتدت محبتي تنمو مع هذا القديس، خاصه بعد ما تعرفت على دير الراهبات، دير القديس ابو سيفين للراهبات، وكانت لي محبه قويه مع الله ينيح نفسها طماف ايريني، و علمتنا نحب ابو سيفين ونتشفع بيه ونطلب صلواته، ولينا خبره قويه معاه ومحبه كبيره. يعني نيافتك قابلت القديسين ابونا مخيل ابراهيم وطماف ايريني. يا نطلب شفاعتهم وصلواتهم معانا يعني. سيدنا بعد دراستك الجامعيه نيافتك اشتغلت شغل معين او كملت دراسات عليا؟ حابين نعرف. لا ما كانش في فرصة لكل ده يعني، ما لحقتش أشتغل ولا أعمل دراسات ولا أعمل أي حاجة. أنا بعد ما خلصت واجب الجيش، خلصت الجندية العسكرية يعني، انطلقت للدير على طول، ما كانش في فرصة إن أنا أشتغل أو أحضر دراسات أو كده. إمتى سيدنا الأنبا أرساني أو بمعنى صح الشاب جورج التحق بصفوف الخدام داخل الكنيسة ومدارس الأحد؟ وأنا في المرحلة الثانوية دعاني أخويا الكبير للخدمة معاه في كنيسة العذراء والملاك في الخلفاوي، هو كان شماس وخادم في الكنيسة، وأنا كنت منتظم في كنيسة ماري مرقص في شبرا، فدعاني إن أنا أجي أحضر معاهم الأنشطة في الصيف وكده، فخدمت معاهم في الصيف في فترة الأنشطة الصيفية. وبعدين بعد كده اتعرفت هناك على الأستاذ موريس القمص الله ينيح نفسه، كان أمين الخدمة وشدني وجذبني إن أنا أخدم معاهم في مدارس الأحد وتلمذني.
وعلمني الخدمة يعني في مدارس الأحد. ده كان في فترة مبكرة في حياتي، يعني كنت في تانية ثانوي، كان عمري في الوقت ده مثلا ما يقرب من 16 17 سنة حاجة زي كده يعني. دي كانت بداية الخدمة. بداية الخدمة وحبي للخدمة ابتدى من تشجيع الأستاذ موريس، اللي هو يعني ابتدى يحببني في البركة بتاعت الخدمة، وإزاي إنها مفيدة لحياتنا حتى الشخصية ولجهادنا الروحي. فدي كانت البداية يعني. وإمتى اتولدت بقى فكرة الرهبنة عند الشاب جورج؟ هو لما الخدمة ابتدت يعني تنمو في حياتي، وابتدت أحب الخدمة وأشتاق ليها وأفرح بالافتقاد والاحتفال بالأعياد والمواسم والأنشطة الصيفية بتاعت مدارس الأحد. ولما انتهيت من الدراسة الثانوية ودخلت الجامعة، ابتديت أخدم في فصول الشباب. ولما خلصت المرحلة الجامعية بقيت أمين لأسرة الشباب. فكان في نمو كبير في حب الخدمة. وفي بعد كده في بداية السبعينيات كان البابا شنودة كان طلع على الكرسي البابوي وكان فتح الأديورة. فابتدينا نتردد على الأديورة في وادي النطرون. دي كانت خطوة كبيرة بالنسبة لنا في القاهرة، ما كناش يعني، كان بعيد علينا وصعب، لكن ابتدينا نشجع ونروح ونقضي فترات خلوة في دير الأنبا بشوي، في دير البراموس، في الأديورة اللي قداسة البابا فتحها. فلما ابتديت أتردد على الأديورة عجبني قوي أو شدني جدا التسبحة نص الليل، لما بنقوم نكسر نوم الليل ونصحى نعمل تسبيحة. صحيح. وبعدين التسبيحة تخلص في الفجر، نقعد بقى نسمع، الطبيعة بتبقى جميلة هناك في الصحراء. صح. وخاصة في أيام الربيع والصيف العصافير تقعد تزقزق وكأنها هي كمان بتسبح ربنا. فكان جو نفسي وروحي جميل جدا، حبيته جدا من كل قلبي. كده تحولت بقى اشتياقاتي الروحية من ان انا عايز اتفرغ للخدمة بس، ان انا يعني حابب الحياة الرهبانية. وبالذات في الوقت ده تعرفت على بعض الشخصيات الروحية الكبيرة في الرهبانة، زي المتنيح الأنبا مينا أفا مينا مدير مريمينا في مريوط، وبرضو نيافة الأنبا إيسيزيروس، ربنا يديه الصحة والعمر يعني. فكل ده أثر بقى في أن أنا أتجه، أن أنا أحب أن أنا يعني أعيش حياة رهبانية في هدوء وفي تسبيح وفي خلوة. وبكده حسيت أن أنا عندي اشتياقات روحية للرهبنة. طب عايزين نعرف يا سيدنا قصة دخول الدير بالظبط، ايه اللي جرى بالظبط؟ الحقيقة دير البراموس ما كانش من الأديورة اللي كنت متردد عليها كتير. لكن أذكر إن أنا أول مرة رحت دير البراموس كان بطريق الصدفة بدون ترتيب يعني. فأول ما دخلت الدير، دخلت من الباب القديم الأثري، وبعدين دخلت في الممر الضيق ده جنب كنيسة ماري يوحنا، والحد ما مشينا لحد القصر القديم، وتكعيبه العنب اللي في نص الدير ديت، وحسيت بالفه عجيبه بيني وبين المباني اللي انا قدام عينيا. حسيت كأن انا اعرفها كويس قوي، المكان ده انا يعني متعود عليه وبحبه وانشدت ليه جامد جدا. والشعور ده ازداد اكتر لما دخلت الكنيسه الاثريه وعملت مطانية لمقصورة رفات القديسين أنبا موسى وأنبا إيسيزيروس. فحسيت كده أن روح الأباء القديسين أطلت علينا من القرون القديمة، وكأنها يعني بتضمني لأسرة هذا الدير، يعني كأنها اختارتني أن أكون واحد من أبناء هذا المكان. أنا انتهيت من الخدمة العسكرية في أول يوليا سنة 1978.
يوم 13 يوليا انطلقت للدير، خلاص سبت العالم يعني. وفي 16 يوليا كان المتنيح البابا شنودة بيزور الدير ولبسني ابيض، بقيت انضميت لاسره الدير يعني. وكان يوميها بيرسم اتنين من الاباء الرهبان. وبعد كده بارشادات نيافه الانباء ارسانيوس الله ينحي نفسه رئيس الدير وبتوجيهاته، اترسمت راهب في الدير في 20 سبتمبر سنة 78 باسم الراهب أرسانيوس البراموسي. بعد كده خدت الكهنوت في 30 مايو سنة 79، واخدت درجة القموصية في 2 يوليا سنة 81. في الدير كنت مسؤول عن حاجات كتيرة قوي، كنت باخد بالي من العيادة، وكنت باخد بالي من زيارات الأجانب السواح، ومكتبة الاستعارة في الدير. ده معناه ان نيافتك بتتكلم اللغه بطلاقه قبل اللغه الهولنديه طبعا. كنت بتكلم انجليش، فكنت بساعد السواح اشرح لهم الاثار بتاعه الدير وكده. وبالرغم ان نيافتك ما كنتش بتزور الدير، لكن ترتيب ربنا هو اللي جابك. اختيار ربنا، حسيت ان دي ايد ربنا بتتدخل. نيافتك اول اسقف يا سيدنا بيتم رسمته على كرسي هولندا. كلمنا سيدنا عن ترشيحك للأسقفية وإزاي تم الاختيار. ربنا دعاني على فم المتنيح البابا شنودة الثالث إن أنا أخدم في هولندا. جيت أمستردام أول مرة، وصلت سنة 30 مايو سنة 85، وكنت أول كاهن أقيم في البلد يعني. كان بيجي يخدموا فيها زمان من أماكن تانية ويرجعوا لأماكن خدمتهم، لكن أول واحد أسس الخدمة في هولندا كان المتنيح الأنبا مرقص مطران الأقباط الفرنسيين، وهو أصلا كان هولندي بس كان عايش في فرنسا. وأنا تقابلت مع أسرته، أسرته كانت موجودة هنا في أمستردام، وتقابلت معاهم وشفتهم. ويوم ما تنيحت والدته هو جه وصلى، وأنا كنت بصلي معاه في المناسبة ديت يعني. وكان بيجيب معاه برضو الأنبا أثاناسيوس اللي هو المطران الحالي للأقباط الفرنسيين، وكان بيجي معهم حد تاني من كهنة باريس يخدم معهم. وبعدين سمعت من بعض الأحباء هنا أن من الستينيات كان بيزورهم المتنيح الأنبا صاموئيل اللي هو كان أسقف الخدمات اللي تنيح مع السادات في حادثة المنصة. وكان بيقيم لهم الخدمات الضرورية يعني، مثلا كان يعمل لهم قداس، واللي عايز يتعمد يعمده، اللي عايز يتجوز يجوزه، اللي عايز يعترف إلى آخر هذه التفاصيل. وأنا فاكر لما جيت سنة 85 ما كانش الأقباط هنا في هولندا عندهم أي ممتلكات أو أي مباني أو أي كنائس، كانوا لا يملكوا شيء يعني، حتى إمكانياتهم المادية كانت محدودة جدا وأعدادهم محدودة، ويدوبك بيتجمعوا كده مرتين، مرة في كل شهرين، ويصلوا ويروحوا، محدش يشوف حد يعني. لكن وجدت ان في شعاع بسيط من الأمل والرجاء، وربنا حط في القلوب ثقة ورجاء ان ربنا عايز يعمل له عمل في هذا المكان يعني. فابتدينا نشتغل نعمل يعني مع بعض. كنيسة العذراء في أمستردام أسست سنة 85 في 2 أكتوبر. بعد كده زرنا المتنيح البابا شنودة، زرنا في سنة 92 20-21 فبراير سنة 92 عشان يدشن الكنيسة. وكانت في زيارة تانية في سنة 94 من 10-13 سبتمبر، كان في حوار مع الكنيسة المصلحة، وكان بيزور الكنيسة القبطية برضو. سنة 94 أسسنا كنيسة ماري مرقص في لاهاي في العاصمة السياسية. وسنة 98 في 16 يناير أسسنا كنيسة الملاك والأنبا أنطونيوس في مدينة أيندهوفن. وفي يوليا، أول يوليا سنة 98 برضو أسسنا كنيسة ماري جرجس والأنبا والست دميانة في أوتريخت. في أول يوليا سنة 2000 أسسنا مدافن الأقباط في أمستردام في قلب العاصمة الهولندية أمستردام.
بعد كده في سبتمبر 29 سبتمبر أسسنا كنيسة الأنبا بولا، أول السواح في مدينة ليواردن في فريزلاند في شمال هولندا. وفي 2002 أكتوبر 2002 أسسنا كنيسة الأنبا أثناسيوس في شمال شرق هولندا. المركز الثقافي اشتريناه في 30 نوفمبر سنة 2007. والزيارة الثالثة للبابا شنودة كانت في 2010 من 15 ل17 أكتوبر. رسامة الأسقفية كانت في 16 يونيو سنة 2013 لما البابا تودروس الثاني ربنا يطول عمره نادى بالرسامة على إبرشية هولندا. ويوم الخميس 27 يونيو سنة 2013 كانت في حفلة التجليس هنا في كنيسة العذراء في أمستردام. بعد الرسامة استكملنا المسيرة فأسسنا كنيسة العذراء والأنبا أرسانيوس في زيلاند في أول نوفمبر سنة 13. واستضافنا مؤتمر شباب أوروبا بحضور قداسة البابا في أغسطس سنة 14. الزيارة الثانية للبابا تودروس كان في 2015 من 30 أبريل ل6 مايو، وكان فيها تدشين الكنائس. بعد كده في 11 أبريل سنة 16 اشترينا الدير القبطي في شمال في شرق هولندا دير الأمير تودروس المشري في 11 أبريل سنة 16. كنيسة الأنبا أثناسيوس كنا قعدنا بنائها وافتتحناها تاني للخدمة في ديسمبر 2017. وبعد كده كان كنيسة العذراء والقديسة فيرينا في 25 سبتمبر سنة 2018 وكنيسة العذراء والبابا كرولوس في 2 أكتوبر سنة 2018. حابين نعرف يا سيدنا ونعرف الناس كم كنيسة ودير بيتبع هولندا حاليا أو إبرشية هولندا؟ حاليا احنا عندنا 10 كنائس والدير القبطي في شرق هولندا، وعندنا 15 كاهن، 2 من الآباء الرهبان و13 من الكهنة المتزوجين. واحنا بنرعى في هولندا حوالي 2200 أسرة قبطية. سيدنا أكيد يوم الرسامة ده بيبقى يوم خاص، حابين نعرف الذكريات بتاعة اليوم ده سيدنا، ومين من الأساقف في اليوم ده كمان اترشم مع نيافتك أو تم رشمته مع نيافتك؟ ده يوم الرسامة كان له ذكريات جميلة، لأن في اليوم ده اترسمنا إحنا 8 من الأباء الأسقفة، وتم تجليس 3 من الأسقفة العموميين على كراسي إبرشيات. الـ8 اللي اترسمنا مع بعض كان نيافة الأنبا ميشائيل في ألمانيا، ونيافة الأنبا أولوجيوس دير الأنبا شنودة في صهاج، وبعدين أنا كنت أسقف إبرشية، وبعدين بعد كده اترسموا 5 من الأباء الأسقفة العموميين. كان وقتها أسقفة عموميين بعضهم اتجلس زي نيافة الأنبا لوكا، أنبا بافلوس، أنبا أبانوب، والأنبا مكاري، والأنبا يوساب. الأباء اللي اتجلسوا كان نيافة الأنبا أثناسيوس، اتجلس أسقف لإبرشية الأقباط الفرنسيين، والأنبا دميان اتجلس على شمال ألمانيا، ونيافة الأنبا صليب اتجلس على ميد غمر. والرسامة اشترك فيها 75 من الأباء المطارنة والأسقفة. وكان في عزة القداس كان البابا تودروس كان بيقدم كل المرشحين، فحكى يعني مختصر كده، قال ان فلان ده اللي هيترسم النهارده علي انا، يعني كان خادم في العذراء والملاك في الخلفاوي في شبرا قبل الرهبنة، وقضى في الرهبنة اكتر من 35 سنة، وخدم في إبرشية الزقازيق ومنيا القمح مع المتنيح الأنبا يكوبس، وخدم أمين لدير البراموس حوالي 4 سنين، وبيخدم في هولندا من 28 سنة من ساعة ما انتدبوا البابا شنودة. يعني قدم تقدمة كده سريعة، يعني
وقال إن هولندا أصبحت فيها كنايس، فيها شعب، فيها محتاجة يبقى ليها قيادة، رئاسة يعني تحكمها يعني. وفي صباح الحد 17 يونيو كمل قداسته الرسامة وحط إيده ونفخ النفخة الرسولية، وبعد كده شكل وفد من الآباء الأسقفة عشان يحضروا حفلة التجليس. طبعا كل هولندا سيدنا كانت فرحانة بالرشامة، وكنا منتظرين التجليس هنا في هولندا، وأكيد الحفلة دي كانت حفلة سبيشيال أو حفلة خاصة يعني لها ذكريات برضو خاصة. نيافتك مش بس أسقف الإبراشية أو أول أسقف للإبراشية، بس نيافتك اللي مؤسس كل الكنائس هنا عندنا في الإبراشية. حابين نعرف بقى حفل الاستقبال ده تم إزاي، وقد الناس كانت فرحانة طبعا. الحقيقة أنا وصلت من القاهرة في نفس اليوم، يوم الخميس 27 يونيو، وكان في استقبالنا في المطار كان معانا مجموعة كبيرة من الآباء الأسقفة من الوفد اللي البابا عينه عشان التجليس، وكان في استقبالنا مجموعة كبيرة من الأسقفة. نيافة الأنبا كيرولوس أسقف ميلانو الله ينيح نفسه والنائب البابوي، ونيافة الأنبا أثاناسيوس أسقف الأقباط الفرنسيين، ونيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية. برضو حضر معانا أبونا أنطونيو الثابت من لندن، وأبونا موسى مطر من تورونتو في كندا، وأبونا إسيزيروس الصموئيلي من زيورخ من سويسرا، وكهنة بقى من كل هولندا ومن الكنائس اللي حوالينا. وبعدين لما وصلنا كنيسة العذراء كان في انتظارنا نيافة الأنبا تدرس أسقف بورسعيد، نيافة الأنبا برنابا أسقف تورونتو وروما، نيافة الأنبا جبريل أسقف النمسا، والأنبا أنتوني أسقف شمال شرق إنجلترا، والأنبا ديميان أسقف شمال ألمانيا، والأنبا ميشائيل أسقف دير الأنبا أنطونيوس في كريفلباخ، والمتنيح أبونا بيقول باسيلي من فرانكفورت، وأبونا بولس نعيم من ديزلدورف. وابتدت مراسيم الاحتفال، ودخلنا الكنيسة، وكانت روح طيبة جدا، روح جميلة. وبالمناسبة دي حصلت قصة جميلة أحب أن أنا أحكيها، وهي أن في يوم ما جينا من القاهرة أنا حبيت الصبح وأنا في المطار أطمن على الاستعدادات اللي عملوها في أمستردام، فاتصلت بأمستردام اطمن منهم يعني بقول لهم عاملين ايه، قالوا كل حاجة كويسة، وكنا متفقين على كرسي الأسقف هيوصل يعني قبليها وهيركبوه عشان حفل التنصيب لازم من الأسقف الكرسي، وفي ثلاث درجات صح بتستخدم في طقس التجليس يعني. فقالوا احنا مكسوفين قوي نقول لك ان الكرسي ما جاش لان شحنوه ما عرفش راح فين وتاخر، وتاكدنا انه مش جاي يعني. خبر ابيض. طب وانتوا تعملوا ايه؟ قالوا لي يعني مش عارفين هنعمل ايه، بس كنا مكسوفين نضايقك يعني. قلت لهم طيب استنوا ما تعملوش حاجه وانا يعني هشوف دلوقتي. ما عرفش ربنا ارشدني ان انا اتصل بنيافه الانبا دميان في ألمانيا، فقلت له سيدنا الموقف كذا 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 كذا، قال لي ولا يكون عندك أي فكرة، أنا الكرسي بتاعي كان جاني هدية من 10 سنين وأنا شايله محطوط متركب جاهز في 4 كراتين، وأنا كده كده كنت جاي النهاردة أحضر، فأنا هأجر ميكروباص أحط الكراتين وأسوق الميكروباص وأجي. ياه بشهامة كده قلت له سيدنا يصح أنت تسوق وبتاع، طب نبعت حد؟ قال لا 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 أنا كده ما تخافش علي. فرجعت اديتهم خبر في أمستردام، قلت لهم إيه ما تقلقوش في كرسي هيجي، بس جهزوا نفسكم إنه أول ما يجي تركبوا. صحيح. وقد كان سيدنا طبعا راح سائل ميكروباص وراح لأسرة قريبة منه يعني، ركب معهم عربيتهم، وفي حد من الأسرة دي سائل عربية ثانية بيسوق الميكروباص. الحفلة كانت الساعة 5، الكرسي وصل الساعة 4:30. ياه.
وأول ما وصل بصيت لقيت الشباب بتوعنا بشهامة جبارة جدا، فتحوا الكراتين في ثواني، طلعوا الكرسي عبارة عن 4 قطع وخدوهم الكنيسة فوق، ابتدوا يركبوهم، والشنيور اشتغل بقى، البورو ماشين ابتدوا يركبوا في الكرسي في خلال نص ساعة. واللي يضحك بقى ايه، ان واحد من الحاضرين صديقنا قوي، راجل مدرس، هو اللي درسنا هولندي زمان، فكان قاعد جنب الأسقف الكاثوليكي، فميل على الأسقف الكاثوليكي قال له ايه، تيبيكال ايجيبشن فور لاست مومنت، في نهايه اي في اخر الوقت بنشتغل. هو مش عارف القصه، مش فاهم. لكن انا بقى في الكلمه اللي قلتها حبيت يعني حكيت القصه دي، حبيت تعرف الناس كلها، ولا تتخيلي كميه التسقيف والتحيه اللي خدها نيافه الانبدنيان على محبته وكرمه وتعبه، وكل الناس سقفت بحب وبفرح. حاجه جميله سيدنا، محبه يعني. حلوه. الحفله خلصت الساعه 8، الساعه 8 وربع كانت البورو ماشين بيفك الكرسي ورجعوه في الكراتين بتاعته، ونزل في الميكروباص، وفي 2 من الشباب، واحد يسوق الميكروباص والتاني بعربيه ملاكي وراه، راح وصلوا الميكروباص لألمانيا ورجعوا مع بعض في العربيه الملاكي، رجعوا هنا الساعه 6 الصبح. يا سيد، يعني مش بس الذكريات الجميله يعني. مش بس كان يوم حلو ولطيف والناس كانت فرحانه بنيافتك، بس هو كان يوم فيه محبه برضه. سيدنا، احنا عارفين ان يافتك اسست كنائس قبل الرسامه، بس حابين نعرف كم عدد الكنائس اللي اتاسست بعد الرسامه. هو انا فاكر يوم ما جينا في سنه 85 ما كناش عندنا اي مكان، مش عارفين نصلي فيه. بالظبط. نشكر المسيح، قبل الرسامة أسسنا 6 كنائس في المدن الرئيسية في البلد. بعد الرسامة أسسنا 4 كنائس والدير. كم عدد الأباء الكهنة سيدنا اللي قمت بسيمتهم من يفتك هنا؟ لحد دلوقتي نشكر الله رسمنا 6 من الأباء الكهنة. عقبال 60 سيدنا. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. الخدمات اللي يفتك أدركتها تحت خدمات الكنيسة هنا في هولندا؟ طبعا بالنسبة لخدمات الكنيسة العادية اللي هي الطقسية والاحتفالات بالأعياد والمواسم وكده بتاع، احنا بنهتم بخدمات تانية كتيرة في حياتنا، يعني زي مثلا ايه، المؤتمرات. نظمنا مؤتمرات أوروبية على مستوى الكنائس القبطية في أوروبا 2 سنة 2007 و2014. بنهتم برضو بخدمة الرحلات والحفلات، يعني نشبع الجانب الترفيهي ونشيع روح البهجة والبساطة والرابطة الاجتماعية اللي بتربط الأسر ببعضها. برضو بنهتم بخدمة الكرازة، يعني في مجموعة شباب راحوا جنوب أفريقيا خدموا بدعوة من يافة الأب أنطونيوس مرقس، ربنا يدي الصحة. وفي مجموعة تانية نزلت خدمت مع مجموعة بتاعت أبونا داود لمعي في خدمة كرازية. برضو بنهتم بالخدمة الاجتماعية، عندنا مجموعة اسمها ماما ماجي بتقوم ببعض الخدمات الاجتماعية بالاهتمام بالآخرين، وبتهتم بالمناسبات والاحتفالات وكده. خدمات ثقافية واجتماعية، يعني بنهتم بدروس التأوية للتلامذة، بنهتم أيضا بأن أولادنا يتشجعوا على العمل السياسي والانخراط في البلديات المحلية والأحزاب. دي حاجة مهمة يا سيد. خالص طبعا. وبنهتم بخدمة الكورال والمسرح، وإحنا أعضاء في كورال سانت كيرل تراست اللي بيشرف عليه البروفيسور الدكتور ميشيل حنين في لندن. وبنهتم أيضا بخدمة إعداد القادة، فصول إعداد خدام في كل الكنائس، خدمة الكشافة، بنهتم بخدمة أصحاب الاحتياجات الخاصة، الأعضاء الضعيفة في الكنيسة بنهتم بيها ونديها اهتمام خاص جدا ونرعاها ونعمل لها أنشطة خاصة بيها. يعني جميلة سيدنا أوي. بنهتم بخدمة المرضى والسجون وخدمة اللاجئين،
أيضا بنهتم بمشروعات التنمية في مصر، علينا واجب كبير قوي من ناحية الكنيسة في مصر. بنهتم بالعلاقات المسكونية المحلية، يعني على قدنا على قد الجو اللي احنا فيه، ولينا تنظيم مع الكنائس الأورينتال اللي زينا، لينا أنشطة خاصة مع بعض، ولينا ارتباطات إدارية مع بعض. سيدنا، عايزين نعرف من يافتك في لمحة صغيرة كده عن الاجتماعيات الطيبة بين الكنيسة هنا وبين السفارات والمؤسسات الحكومية الهولندية. احنا لينا علاقة طيبة جدا مع السفارة المصرية، بنشترك في كل الاحتفالات والمناسبات اللي بتقيمها، وبندعوهم يشتركوا معنا، هم بيحضروا معنا القداسات بتاعت الأعياد والمناسبات. ومع وزارة العدل، للأسف هي هولندا ما فيهاش وزارة أديان، لكن لينا إدارة نتبع ليها في وزارة العدل، فلينا علاقة ممتازة جدا معهم، سمعة طيبة جدا. والسلطات المحلية بقى البلدية والبوليس وكده برضو لينا علاقة قوية، وهم يثقوا فينا وبنلتقي بيهم دايما في الاحتياجات بتاعتنا. يعني ايه هو يا سيدنا الحلم اللي نيافتك بتسعى لتحقيقه في الفترة الجاية؟ أنا بحلم إن يبقى عندنا روح التكريس في الشباب بتوعنا، تكريس الوقت وتكريس القلب، تكريس الحياة. وأتمنى يعني في المستقبل القريب ناخد ناس تكرس بكل حياتها لخدمة الكنيسة وخدمة المسيح. في عيد رسامتك يا سيدنا، حابين يافتك توجه كلمة لآباء الكهنة، للخدام وللرعاية عندنا هنا في هولندا. الآباء الكهنة بأطلب منهم المحافظة على الطقس القبطي، على الايدنتيتي بتاعتنا، اللغة، الألحان، الطقوس القبطية. الخدام بطلب منهم مزيد من البذل والتضحية والالتزام، روح الجدية في الخدمة يعني. الرعاية بقى بننمو، نطلب منهم النمو في الفضيلة، في المحبة، في التواضع، في إنكار الذات، والثبات في الإيمان أكتر. عايزين نعرف يا سيدنا، أحب المزامير أو أحب جزء من الإنجيل لنيافة الآن بأرسين؟ أحب المزامير لقلبي هما ثلاثة: اللهم التفت إلى معونتي، ومزمور الرب نوري وخلاصي، ومزمور الساكن في عون العلي. أحب أصفار الكتاب المقدس لقلبي هو سفر الأمثال وسفر نشيد الأناشيد. بيعلمنا كتير يا سيدنا، بيعلمنا عشان كده نيافه الآن بأرساني حكيم حتى في قراراته. لا، ربنا يخليك. أول إنجيل وأول لحن حفظه نيافه الآن بأرساني لما كان طفل؟ أول إنجيل كان إنجيل صلاة باكر، في البدء كان الكلمة إلى آخره. وأول لحن حفظته وأنا طفل صغير كان لحن قليل يا فاي بيبي. حابين نعرف يا سيدنا، هديه جات لنيافه الانبا ارساني وهي غاليه وعزيزه عليه ولغايه دلوقتي هو شايلها ومحتفظ بيها؟ هي عباره عن ساعه يد كانت تخص اختي الكبيره، واهدتهاني لما انهيت الدراسه الابتدائيه تكريما لتفوقي يعني في النجاح يعني، وكانت غاليه عليا وعزيزه على قلبي يعني، ما زلت احتفظ بيها. ما زالت مع نيافتك؟ ما زالت معايا. سيدنا، احنا مش عايزين نختم اللقاء يعني القعده مع نيافتك شيقه وممتعه. احنا بنشكر نيافتك قوي على الوقت الثمين اللي بتديهولنا دايما، وعلى الترحاب اللي بناخده هنا في الابراشيه والكرم. وهنقول لك تاني سيدنا الى منتهى الاعوام، وكل سنه ونيافتك طيب وعقبال يا رب بمليون سنه على الابراشيه هنا. ويخليك لينا دايما يا رب. تحياتي كتير للمركز الاعلامي، لزوجك الفاضل الاستاذ عصام، والعاملين كرولوس رزق و إلاريا غطاس. عيش سيدنا. وطبعا انت فوق الكل يا نشوى، ربنا يعوضك ويبارك لك وتعيش وتتعب وتعمل حاجات جميله. عيش سيدنا الى منتهى الاعوام يا سيدنا. متشكر خالص.